الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين بك الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. وبعد، قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدوائر آمين. الخامس، اختلف العلماء في رواية بعض الحديث دون بعض، وهذا ما يعني يسمى عند المحدثين باختصار الحديث. اختصار الحديث أن يروى بعض الحديث ويترك بعضه، أو يروى مرة ناقصا ومرة تاما، ده بقى بيسموه اختصار الحديث. طب إيه الأسباب التي تدعو المحدث أو الراوي إلى أن يختصر الحديث؟ أسباب عديدة، منها إن هو يكون بيصنف كتاب في الأطراف زي الحافظ المزي كده في كتابه تحفة الأشراف، يأتي بطرف الحديث من أوله ويذكر جملة أو عبارة ولا يتم الحديث، يعني يقتصر على جملة واحدة ويبين أن هذا الحديث قد ورد في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. يبقى هو الغرض من تصنيف كتاب الأطراف ليس إن احنا نعرف الحديث بأكمله، لا، احنا عايزين بس نعرف الحديث ده موجود فين، والغرض منه مش الرواية، لا، الغرض منه الوقوف على مكان هذا الحديث في كتب السنة. واضح؟ طيب، في أسباب أخرى، في أسباب زي إيه؟ إنه يكون الراوي يشك في هذه الزيادة التي حدثها، إما من قبيل النسيان أو من قبيل الشك، فيشك هل والله هذه اللفظة قيلت ولا لم تقل، هو مش متذكر، فيقوم يحذف هذه الزيادة التي يشك فيها. طب ده ينفع؟ ينفع، ولكن بشرط ألا تكون هذه الزيادة لها تعلق بما قبله، لا تكون هذه الزيادة التي اختصرها أو حذفها لها تعلق بما قبله. طب إذا كان لها تعلق ألا يذكرها حتى ولو على الشك، وده كان الإمام مالك بيفعله كثيرا. فمثلا حديث العارية خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، فهو شك، الراوي شك، هل يا ترى هي خمسة ولا أقل من خمسة؟ طب هي لها تعلق بما قبلها، فما ينفعش إن هو يقول العارية خمسة أوسق، لأن هو لو ترك الزيادة، طب ما الزيادة بتقول لا ده دون الخمسة أوسق، يعني أقل من خمسة أوسق، فكان لابد أن هو يذكر هذه الزيادة، فما ينفعش يختصر هذه الزيادة. طيب، أنا عفوا سيدي، يعني هو يختصر الحديث عن الزيادة أو يزيد الزائدة لأجل أن له تعلق بما قبلها؟
يعني إذا أراد أن يختصر الحديث ورأى أن هذه الزيادة لها تعلق بما قبلها فلا يقوم بهذا الاختصار. ولكن ما الارتباط بين هذا وبين شك؟ ما الفرق بين لأنكم يعني قارنتم بينه وبين شك، لأنه إما يشك وإما يكون زائدا ما هو هنا هو شك. هل يا ترى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال خمسة أوسق ولا قال دون خمسة أوسق؟ فلابد أنه يذكر الروايتين أو الوجهين. طيب هو ممكن يجي يختصر الحديث ويقول العرية أو العراية خمسة أوسق ويسكت. لا، بس هو في هو شاكك يا ترى هل هي خمسة ولا أقل من خمسة. ف يعني حتى يخرج من العهدة ومن الورع من الراوي إن هو إيه ذكر الإيه الأمرين مع خمسة أو دون خمسة. طيب يبقى ده في حالة إذا شك الراوي أو نسي، يبقى إيه يجوز أن يختصر الحديث إلا إذا كان هذا الاختصار متعلق بما قبله. واضح كده؟ سواء كان لفظيا أو معنويا. نعم. شك ده الأمر الثالث أن تكون هذه الزيادة معلولة فيها علة. فيقوم الراوي أو المحدث يختصر الحديث ولا يذكر هذه الزيادة. وده لي أمثلة كثيرة، يعني مثلا منها إن الإمام مسلم في حديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. الحديث ده موجود في البخاري ومسلم. طب يا ترى هو ده نهاية الحديث؟ لا، في عند الترمذي زيادة على هذا الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا ينظر الله، حديث من رواية نافع عن ابن عمر. عند الترمذي لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وما يفعل الناس النساء بذيولهن، وفي رواية إذا تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلخين شبرا، يعني إيه يزودوا إيه شبر في الثياب. أشوف يعني حياة أمهات المؤمنين يعني ايه بتقولوا ده كده ممكن الشيء من القدم يظهر. لا طيب بيزودوا شبر، مش دلوقتي بيحاولوا ان هم يعني يظهروا ما امكنهن اظهاره. يعني ويتفننون في هذا. اين هذا من خلق امهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن؟ إذا تنكشف أقدامهن أو ما يفعل النساء بذيولهن. فقال إذا يرخين شبر. هذه الزيادة من قول أم سلمة لم يذكرها مسلم. أي الزيادة يا سيدي؟ يرخين من؟ الزيادة عند الترمذي تقول إيه؟ قالت أم سلمة فما يفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. هذه الزيادة لم يذكرها مسلم. قالوا طب ليه ما ذكرهاش؟
والترمذي ذكر، قال لك عشان هناك اختلاف على نافع الراوي عن ابن عمر، فبعض الرواة عن نافع يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرها، فيبقى الزيادة دي فيها أي كلام، فمسلم لم يذكر، اختصر الحديث وإيه جعل نهايته عند إيه لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء أو بطرا. أيضا حديث الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ أن عاتكة امرأة عمر بن الخطاب قبلت رأسه وهو صائم، يعني قبلت رأس سيدنا عمر زوجته وهو صائم فلم ينهها، والإمام مالك ذكر هذا في الموطأ فقط. لما تيجي تنظر إلى هذا الأثر عند عبد الرزاق في المصنف فتقول تلاقيه بقى فيه زيادة، أن عاتكة امرأة عمر بن الخطاب قبلت رأسه فلم ينهها وهو يريد الصلاة فصلى ولم يتوضأ، كل ده ما ذكروش الإمام مالك. طب ما ذكروش ليه؟ لأن الزيادة دي فيها عنده يعني إشكال. هو الإمام مالك قامت عنده الأدلة على أن مثل هذا الفعل ينقض الوضوء. قال طب يعني الزيادة دي فيها شك، ويعني فيها علة. طب يبقى ايه نقتصر على هذا الحديث الى هذا الحد، انها قبلت رأسه وهو صائم فلم ينهى، ما جابش بقى سيرة الوضوء انه كان رايح يصلي وما توضاش والكلام ده. طب ان كانت هذه زيادة من الله يعني غير مستقلة من التعلق بما قبلها وهو فيه وفيها الا ايضا يقتصر على هذا. تاني لو كانت هذه الزيادة فيها علة مع أنها لا تستقل بل له تعلق بما قبلها، كيف وماذا نفعل؟ بعض الأئمة بقى زي مثلا البخاري ومسلم وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء لا ما يذكرهاش لأن فيها علة، لكن بقى في بعض الأئمة الذين لم يعني يشرطوا أو يشترطوا على أنفسهم يعني هذه الشدة في الرواية والتشدد في الرواية يذكروا أمثال هذه الروايات، وحتى يعني إيه يعني ما لا نستطيع أن نقول أن هذا تساهل منه، لا ده هم بيذكروا هذه الروايات المعلولة إنه ربما يظهر لها بعد ذلك ما يعطدها، لكن مثلا واحد زي الإمام البخاري زي الإمام مسلم زي علي بن المديني زي الإمام مالك كانوا يعني بيشترطوا شروط يعني شديدة ألزموا بها أنفسهم، فقال خلاص إذا كان الحديث فيه علة لا مش هذكره. واضح؟ الحديث الذي ذكرت من قبل ذلك عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من جل ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قلتم أنه أن هناك علة لأجلها يعني اختلف الأئمة في ذكر زيادة أم لا عن سيدة أم سلمة، أليس كذلك؟ الزيادة التي هي إيه من حديث أم سلمة. ما هي العلة فيها؟ إن الرواة اختلفوا على نافع فيها، بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها. العلة ما هي العلة في الرواة عن نافع؟ اختلافهم عن نافع بعض يعني كثير منهم لم يذكر هذه الزيادة.
لأن هذه الزيادة فيها علة. إذن فيبقى هنا في علة. طب ركش آخر يا سيدي، هل هذه الزيادة هل اختلف على نافع أم على ابن عمر؟ لا على نافع، لأن الإمام الترمذي رواه قال عن نافع عن ابن عمر أنه قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرد الحديث. والإمام أبو داود عندما روى هذا الحديث قال عن سالم عن ابن عمر، إذن الاختلاف على ابن عمر. لا احنا مش بنقول يعني انت عايز تقول ان هو الاختلاف في ذكر نافع وعدم ذكر نافع. ولو اختلف على هذين، لا هو ده اللي قاله الحافظ ابن حجر، ان الاختلاف عن في الروايات عن نافع، الاختلاف حدث في الروايات عن نافع، فبعضهم ذكر هذه الزيادة وبعضهم لم يذكرها. فده انت بقى محتاج تجمع روايات الحديث كلها وتشوف بقى مين اللي ذكرها ومين اللي الذي لم يذكرها. فمسلم عمل كده ولقى إن أكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة فأعرض عن ذكره. لماذا قلت هذا الكلام يا سيدي؟ لأن سالما عندما رواه في سنن، عندما رواه الإمام أبو داود في سننه عن سالم إنه لم يذكر الزيادة. لم يذكر الزيادة. نعم. فيكون الخلاف على ابن عمر بين نافع وسالم. وربما كان الخلاف على الاثنين، عن الاثنين، عن ابن عمر وعن نافع أيضا. لكن هو ده اللي قاله الحافظ ابن حجر، قال الاختلاف عن نافع. عن نافع وليس على نافع. لا، اختلاف الروايات عن نافع. هناك روايات أخرى ثبتت أن نافعا رواه ولكن بدون زيادة. على كلام الحافظ ابن حجر. ولم يحاول ولم يحل على كتاب سنة الأربعة أو أي كتاب. لا لا، فدي بقى أنت عايز تتحقق منها، اجمع بقى الروايات وشوف هل يعني الروايات كلها متفقة ولا لا، وهل الرواة مختلفين عن نافع ولا متفقين. فإحنا مشينا ورا كلام الحافظ ابن حجر. انت بقى مش مصدق الحافظ ابن حجر؟ لا 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 بقى يدور، وده يعني مش عيب يعني، ياخده من باب التدريب يعني، مش من باب ان انت مش مصدقه يعني. بس كنا وقفنا فيه. هو كان بينه وبين امامنا وقدوتنا الامام اسمه ده صاحب كتاب شعر سلوكاري اليوم العيني يا كفرسيري هاني يعني. فبينه وبين ابن حجر يعني كمان. وفي كتاب جيد في هذه المسألة في الموضوع ده اسمه اللآلئ والضرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر. اللآلئ والضرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر. من المصنف؟ لا أتذكر من المصنف، بس واحد يعني مش مشهور قوي يعني. فجمع المسائل التي اختلف فيها ابن حجر والعيني في شرحهما لصحيح البخاري، فبعضها انتصر لابن حجر وبعضها انتصر للعيني، ولكن أغلبها انتصر لابن حجر. والضرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر. فده بقى يعني كتاب جيد خاصة بالنسبة لك. شفته عندك؟ هو مصنفه ألفه؟ البوصيري. البوصيري؟
المبتكرة اللائي والدروب في المحاكمة بين العين والحجر. أي. ابن حجر. الشيخ عبد الرحمن الوسيري إلا ما هو الشيخ. جلد واحد. ولكنه طالب. جلد واحد. نعم. هو طالب ابن حجر. هو طالب ابن حجر. وبوصل. طالب لابن حجر. خلاص. سينتصر. طبعا. لا بس هو في بعض الأحيان انتصر للعينية. لا هؤلاء الأئمة مش يعني ما كانوش كده يعني، كانوا يبتغون الحق يعني. كانوا يختلفون في المذهب والمنهج وكانوا تريدين. نعم. المهم إمام الحرمين إمام الجويني رحمه الله تعالى ضرب مثالا آخر، قال لك طب حديث ابن مسعود أن ابن مسعود جمع حجرين وروثة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، وقال له ابغني ثالثا، يعني دور لي على واحد حجر ثالث يعني. فالإمام الحرمين قال طب يعني كده الزيادة دي ابغني ثالثا أو آخر الحديث ده لا يجوز اختصاره، ليه؟ لأنه سيوهم أنه يجوز الاكتفاء بحجرين في الاستنجاء وهذا غير صحيح. يعني لابد أن يذكر الحديث بتمامه إلا إذا أراد أن يقتصر على بيان حكم الروث أو أنها رجس، فيجوز حينئذ أن يقتصر على الحديث إلى قوله إنها رجس. فالخلاصة يعني زي ما قلت لكم إن في أسباب عديدة لاختصار الحديث. طيب هل يا ترى الأئمة قالوا إيه بقى في اختصار الحديث ده، جائز ولا غير جائز ولا؟ فبعضهم منعه مطلقا، منعه مطلقا. ليه منعه مطلقا؟ قال لأنه وربما اللي بيأتي ويختصر الحديث ده وهو بيختصر الحديث يغير معناه وبدون أن يشعر، يعني هو مش متعمد لكن هو أراد أن يختصر الحديث فإيه غير معناه وقلب معناه، فقالوا عشان كده إيه ما ينفعش إن إحنا نختصر الحديث. ويروي عباس عن عبد الله بن المبارك يقول قلت لعبد الله بن المبارك أن حماد بن سلمة يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه، فعبد الله بن المبارك قال له أفطنت له، يعني أنت خدت بالك من الموضوع ده يعني؟ وطبعا حماد بن سلمة ده يعني إمام كبير، مش واحد يعني مش طالب مجرد طالب علم ولا حاجة، إمام من الأئمة، بل يعني حدثت من كبار الأئمة زي مين؟ زي ابن حبان، وابن حبان برضو يعني حاجة كبيرة قوي يعني إمام كبير. ابن حبان عمل إيه بقى؟ جاء لحديث من سمع به من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن
بي إلا دخل النار، أو في رواية لم يدخل الجنة. يعني أي واحد يسمع بي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، أي واحد يسمع بي وبرسالتي وبدعوتي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا ودخل النار. فجاء ابن حبان في الصحيح، صحيح ابن حبان، أراد أن يختصر الحديث فاختصره، ولكنه لما اختصره هو نفسه فهم الحديث خطأ بسبب اختصاره، فقال من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار، وجعل هذا الحديث تحت باب إيه؟ من من أسمع أهل الكتاب شيئا يؤذونه دخل النار، أو شيء من هذا القبيل. يعني اللي يسمع أحد من أهل الكتاب شيء يؤذيه يدخل النار، وجعل هذا عنوان الباب. ذكر تحتي الحديث من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار، بينما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش لا يريد هذا المعنى، ويريد أنه إذا أحد من أهل الكتاب سمع بي وبدعوتي ولم يؤمن بي دخل النار، ملاش دعوة بقى بإيه أن أنا قلت له شيئا فتأذى منه، هذا ليس له أي علاقة بالحديث ولا هو المعنى المراد من الحديث. ولكن ما الذي جعل ابن حبان يعني يفهم هذا الفهم ويعنون لهذا الباب بهذا العنوان؟ أنه اختصر الحديث، فلما اختصره هو نفسه فهم غلط وفهمه على غير مراده. فده برضو أهو يعني إمام كبير من الأئمة، ومع ذلك فهم الحديث إيه خطأ لما أراد أن يختصره. فيبقى إيه المذهب الأول قال لك ما ينفعش، لا يجوز إيه للواحد إن هو يختصر الحديث أو يحذف منه شيء. المذهب الثاني قال لك يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، وده مذهب إيه يحيى بن معين وغيره، يعني يحيى بن معين ومجاهد، قالوا إيه انتقص من الحديث ما شئت ولكن لا تزد فيه، يعني ما تجيش تزود فيه حاجة، نقص منه ماشي. وابن معين بيقول إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانتقص منه ولا تزد، لما تنقص منه ما فيش مشكلة لكن تزود لا. وهذا المذهب نسبه القاضي عياض لمسلم، ولكن في هذه النسبة نظر. المذهب الثالث قال لك والله ما فيش مانع انك تختصر الحديث وتنقص منه اذا امنا إن ما فيش حكم خفي علينا. إزاي؟ قال لك كأن يرويه مرة ناقصة ومرة تامة، يبقى احنا عرفنا لو في زيادة عرفناها، وهذه الزيادة كان فيها حكم عرفناه، أو يرويه غيره تاما، يعني في واحد رواه تاما وأنا أردت أن أختصره، ما فيش مانع أنك تختصر طالما غيرك أورده تاما، أو طالما أنت أوردته تاما في موضع آخر. المذهب الرابع وهو مذهب الجمهور ده في تفصيل، قال والله ما فيش مانع أنك تختصر الحديث ولكن بشروط. إيه هي الشروط دي؟ قال لك أول حاجة إن يكون
هذا المختصر عالما عارفا من العلماء، بحيث ان هو اذا يعني قام بعمليه الاختصار دي ما يغيرش في الايه في المعنى وفي الاحكام والكلام ده. قالوا وايه تاني؟ قالوا ان يكون الا تكون الزياده متعلقه بما قبله، زي ايه؟ زي مثلا الاستثناء، الغايه، الشرط. فكل الحاجات دي ما ايه ما ينفعش انك تختصر. يعني مثلا الاستثناء زي ايه؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء. فعشان انت تيجي تختصر الحديث وتقول لا تبيع الذهب، يبقى انت كده حرمت بيع الذهب. لما حذفت المستثنى ده يبقى انت كده انت غيرت الحكم خالص. فايه لما يكون في استثناء ما ينفعش تشيل او تحذف هذا الاستثناء. لما يكون مثلا فيه شرط او فيه مثلا غايه، زي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر او النخله حتى تزهى. يعني ايه الثمره كده تبتدي ايه تنضج. فبرضه ما ينفعش تقول ايه لا تبيع النخل وتسكت، تقول ده انا بختصر الحديث، انت كده حرمت بيع النخل. فالحاجات اللي زي كده الاستثناء والشرط والغاية والكلام ده ما ينفعش انك ايه تختصر. يبقى قالوا اذا كان المختصر عالما عارفا، او انه ما ينفعش انك تختصر حاجة لها تعلق بما قبلها. عفوا سابيع حصلت على شيء هو مختصر شيء. الامام البخاري روى هذا الحديث تأكد الان يعني هو كلامه صحيح. هو ربما اعتمد على ذلك لأن الإمام البخاري روى نفس الحديث بدون زيادة. أنت بتتكلم على أي حديث؟ حديث من جر ثوبه خيلاء. وقال: حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث مختصرا ولم يذكر قول سيدة أم سلمة رضي الله عنها. فربما يكون هنا خلاف على نفع من هذه الجهة. يعني كلهم نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم روى الحديث الحديث مختصرا بدون زيادة أم سلمة. طيب ده كلام الحافظ. أنت بس تريد أن تحمل على الحافظ عشان أنت إيه؟ ينفعش كده يا شيخ عبد الحكيم. سوى وأصبحوا يعني في يديك يعني. طيب ده بالنسبة لإيه لاختصار الحديث. في حاجة تانية اسمها إيه بقى؟ إيه؟ تقطيع الحديث. تقطيع الحديث في الأبواب. وده كان يعني الإمام البخاري بيفعله كثيرا، والإمام مالك أيضا، وأبو داود والنسائي كانوا يفعلونه. كان الإمام البخاري بالذات يعني ربما كان يذكر الحديث الواحد في ما يقرب أو ما يزيد عن 20 موضع. تلاقي كل موضع في جزء من الحديث بحسب ما يريد أن يستنبط منه من أحكام. ابن الصلاح والإمام أحمد، يعني طبعا الإمام أحمد الأول، فقالوا لا يعني هذا إيه يعني كرهوا ذلك. ولكن صنيع الأئمة الكبار كالبخاري وأبي داود ومالك والنسائي وغيرهم يدل على أن إيه يعني جرى العمل بذلك، وأن هذا الأمر لا كراهة فيه.
والإمام النووي انتصر إلى هذا، إلى هذا المذهب، إن هو يعني هذا أمر جائز، وجرى عليه العمل من كثير من الأئمة، هم يقطعوا الحديث في أي الأبواب المختلفة. طيب نيجي بقى نقرأ بقى الكلام كده واحدة واحدة، اللي بيقولوا الإمام السيوطي: اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، وهو المسمى باختصار الحديث، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى. طب ايه علاقة الرواية بالمعنى باختصار الحديث؟ اختصار الى تغيير. ايوه نعم، فيعني ايه اختصار الحديث؟ زي ما قلنا ربما يؤدي الى تغيير في المعنى. فاللي قال ان ما ينفعش ان احنا نروي الحديث بالمعنى، قال بانه لا يجوز مطلقا اختصار الحديث. فهنا ايه فهمت الربط جه منين؟ عشان ما اجيش حد يقول طب ايه علاقه الروايه الحديث بالمعنى باختصاره؟ ما فيش علاقه. لا، في علاقه. ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى، اذا لم يكن رواه هو او غيره بتمامه قبل هذا. لانه لو هو رواه بتمامه أو غيره رواه بتمامه، يبقى مفيش إشكال، يبقى مفيش حاجة خافية علينا. وإن رواه هو، يعني اللي هو المختصر ده، وإن رواه هو مرة أخرى أو غيره على التمام جاز. ليه؟ لعدم الخفاء. وجوزه بعضهم مطلقا. وقال وأنه رواه هو مرة أخرى، يعني هو في البداية هو روى مختصرا ثم روى مرة ثانية. رواه يعني في مواضع أو في موضعين. نعم، لكن أنا قول الإمام النووي، يعني إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمام قبل هذا، أليس الشرط أن يكون المروي قد روي قبل هذا بتمام؟ نعم. لو كان كذلك لماذا قال بعد ذلك وإن رواه هو مرة أخرى؟ فكأنه روى قبل ذلك، يعني من غير إتمام. إذا لم يكن رواه، يبقى بيقول ومنعه بعضهم. إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، يعني معنى كده إذا كان هو رواه أو غيره بالتمام يبقى جائز. وإن رواه هو مرة أخرى أو غيره على التمام جائز. ظاهر أن الرواية التامة تكون بعد الرواية الناقصة، مع أن الإمام النووي لم يقل ذلك. يعني أنت تريد أن تقول أن هذه العبارة مكررة؟ لا، يعني هذه العبارة يعني مخالف أو تخالف بما قال الإمام النووي، حيث الإمام النووي قال لابد أن يكون المروي الأول تامة، الرواية الأولى تامة، لكن عبارة إمام السيوطي لما قال وإن رواه هو مرة أخرى فكأنه يشير إلى أن الرواية الأولى ناقصة لا ليست تامة. كلام صحيح. نعم. يكون ناقصا ثم يكون مطولا. لكن الذي إمام النووي قال أن يكون الرواية الأولى تامة. لا، هو لم يقل هذا، قال إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. صحيح. انت عايز تقول يعني الاشكال في التوقيت. نعم. يعني ان هو لابد ان يكون
رواه هو تاما أو غيره رواه تاما قبل هذا. فهذا الكلام يناقض كلام الإمام النووي. طب هو إذا رواه ناقصا وهو يعلم أنه سوف يرويه تاما، إذا لا إشكال. يعني أنا روايته في مجلس ناقصا، ثم يعني في مجلس أنا أحدث بقى على العموم وأعلم أني سوف أرويه تاما، خلاص ما فيش مانع ان انا ارويه ناقصا قبل. من كلام امام السيوطي ليس تفريعا من كلام امام النووي، بل وزاد يعني زائد عليه. نعم، ليس تفريعا، لا ليس تفريعا ولا شرحا، ده هو ايه يزيد عليه. وجوزه بعضهم مطلقا، قيل وينبغي تقييده بما اذا لم يكن المحذوف متعلقا بالماتي به تعلقا يخل بالمعنى حذفه كالاستثناء والشرط والغاية، ضربنا أمثلة على هذه الأشياء ونحو ذلك. والأمر كذلك، يعني الأمر كذلك، يعني الأمر كده صحيح إنه لابد أن لا يكون له تعلق بالمعنى يخل بهذا المعنى إذا حذفه. يعني فقد حكى الصفي الهندي الاتفاق على المنع حينئذ. يبقى الصفي الهندي قال ده هناك إجماع على إنه إذا كان المحذوف ده هيخل بالمعنى كأن يكون استثناء أو شرطا أو غاية، يبقى إيه هذا لا يجوز باتفاق. وطبعا احنا قلنا يعني لانه كده هيغير الحكم تماما، زي مثلا لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء، لو حذف سواء الا سواء بسواء كده ده هو غير الحكم تماما واتى بشيء يعني لم يقل به احد، ولا تبيع الذهب خلاص كده الذهب يحرم بيعه، طبعا لا يقل بهذا احد. والصحيح التفصيل وهو المنع من غير العالم، يعني غير العالم ما ينفعش ان هو يقوم بهذه العملية. وجوازه من العارف اذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بتركه. بقى إيه الأمر؟ يبقى إيه يعني حتى مع الحذف يبقى الأمر واضح، فيش لبس ولا اختلاف في المعنى ولا أي شيء. وعلى هذا يجوز ذلك سواء جوزناها بالمعنى أم لا. يبقى في الحالة دي إذا كان الحذف مش هيخل بالمعنى ومش هيؤثر في الدلالة والمفهوم، يبقى هنا ايه جائز وملوش بقى علاقة بايه هل تحل الرواية او رواية الحديث بالمعنى ولا، هنا ليس لها تعلق سواء رواه قبل تاما ام لا. ليه بقى؟ قال لك لان ذلك بمنزلة خبرين منفصلين. يبقى كأن ده خبر وده خبر، وهو في الحقيقة ده اللي كان بيفعله الإمام مسلم في الصحيح. كان يعني إيه ربما يذكر الحديث مرتين لزيادة في المعنى، فده اللي كان بيفعله الإمام مسلم، ونص حتى هو على كده في المقدمة. وقد روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال علمنا سفيان اختصار الحديث، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة. يعني محدش بقى هيجي ايه يتهم بانه
زاد في الحديث أو نقص منه أو شيء من هذا، أو أنه غير ضابط وغير متقن. لكن إن اتهم بهذا يبقى لا، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة. فأما من رواه مرة تامة فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط فيما رواه ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه، لئلا يخرج بذلك باقيه عن الاحتجاج به. عن حيز الاحتجاج، وهذا قول واحد. نعم، هذا قول واحد لا خلاف فيه. لا، في خلاف. قال سليم: فإن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تاما وكان ممن يتهم بالزيادة كان ذلك عذرا له في تركها وكتمانها. لكن طبعا يعني المفسدة المترتبة على الكتم وتضييع الحكم أشد من المفسدة المترتبة على الاتهام. يعني هو هنا سليم والمصنف قالوا إذا كان يعني هيتهم بكده ما يختصرش. فنقول إن المفسدة المترتبة على التهمة أشد بكثير من المفسدة المترتبة على إنه يخفي حكما. فيجي يقول بقى: طب لا، أنا رويته قبل كده تاما، فلو جيت رويته ناقصا هيتهموني، إما إن أنا في الأول زدت ما ليس منه، أو إن أنا في المرة الثانية غير ضابط وغير متقن وغير حافظ، نسيت اللي أنا قلته قبل كده، خد بالك. فما ينفعش إن هو يعمل كده لخوفه من التهمة، بل لابد أن يكون يعني نصب عينيه، يعني أهم حاجة إن هو ما يخفيش حكم، لأنه ربما اللي سمع الأول أو يعني من سمع ثانيا لم يسمع أولا، هو رواه تاما ثم رواه ناقصا. في ناس سمعت اللي هو رواه ناقصا ولم تسمعه تاما، فيبقى يعني كده في حكم خفي على الناس، وحيروى بقى بعد كده على الوجه الناقص. طب هو عمل كده ليه؟ خاف ان هو يعني يتهم. طب ما انت كده اخفيت حكم، او ربما تكون اخفيت حكما على الناس. ده كله ده متعلق بايه؟ بمسألة اختصار الحديث. طيب، وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسائل كل مسألة على حدة، فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد. زي مثلا لما يجوا يعملوا في الأحاديث الطوال، في أحاديث زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم ويختصر الكلام اختصارا، يتكلم بالكلمة أو الكلمتين ويفهم منها المعاني الكثيرة، كذلك في بعض الأمور
يعني خاصة مثلا لما يتعلق الأمر بعبادة مثلا طويلة زي الحج، فاللي ينظر إلى حديث جابر بن عبد الله في الحج، حديث طويل جدا حوالي مثلا 4 أو 5 صفحات. ليه؟ لأن جابر بيحكي فيه كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، كل اللي فعله وكل اللي قاله. فجابر كان قاعد مراقب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه في الحج، فكل ده حكاه، فالحديث تلاقيه طويل جدا. زي مثلا حديث هرقل حوالي 2 صفحات، ففي احاديث كده طويله، حديث الافك. فيجي بعض الأئمة هو يعني يريد أن يستدل بجملة واحدة، فمش هيقعد بقى إيه عشان يستدل بالجملة دي إنه يجيب الحديث كله يذكر ال5 صفحات، بعدين يقول والله ده أنا أريد هذه الجملة فقط، ده يبقى كده يعني لا. فهو إيه بيقتصر على الجملة اللي هو عايزها، يقول والله من الحكم كذا من ايه بدليل كذا هذه الجملة. فده ايه المصنف بيقول فهو الى الجواز اقرب ومن المنع ابعد. قال الشيخ ابن الصلاح ولا يخلو من كراهة، يعني مع انه جائز لكن يعني ايه يعني الامر فيه ايه كراهة برضو. وعن احمد ينبغي الا يفعل، حكاه عنه الخلال. فواحد مثلا يأتي يقول لي طب ازاي هو جائز ومكروه في نفس الوقت؟ إذا كره هذا أفضل أحسن يعني ألا يفعل هذا، فجائز ولا يفعل؟ لأنه هو لم يجزم بالجواز ولم يجزم أيضا بالكراهة، يعني كأنه يريد أن يقول ربما كان جائزا أو مكروها. عشان بقى الجماعة اللي بيدرسوا أصول يجيش يقول لي هو إزاي جائز ومكروه في وقت واحد، ينفع كده؟ ما ينفعش. لكن هو هنا المعنى مش كده، إن هو جائز ومكروه في نفس الوقت، ده هو بيقول يعني إما جائز أو مكروه، بس هو إلى الجواز أقرب. وبيقول طب بيقول كده ليه؟ ما كان قال جائز وخلاص وخلصنا، يعني لازم تقول لنا مكروه؟ قال لك يقول مكروه عشان الناس تبقى إيه على حذر وهي بتخدم على هذا، يعني مش عشان قلت لك جائز بقى تقوم إيه تفتح الموضوع على تفتح الباب على مصراعيه، لا خلي بالك انا قلت لك ممكن يكون مكروه برضه، فلما تسمع ان هو مكروه تخاف، واخد بالك. قال الشيخ ابن الصلاح ولا يخلو من كراهة. وعن احمد ينبغي ان لا يفعل، حكاه عنه الخلال. قال المصنف وما أظن، المصنف اللي هو مين؟ الإمام النووي. وما أظنه يوافق عليه، يعني إيه كلام ابن الصلاح وإن هو لا يخلو من كراهة، ده يعني إيه لا يوافقه عليه الأئمة، فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيره. طيب الإمام مالك ورد عنه التصريح بالمنع صراحة كده، قال إنه ما ينفعش إن الواحد يختصر أو إيه إنه هو يقطع الحديث يعني.
ورد عنه هذا وفعله في الموطأ. طب ازاي هو يقول انه ما ينفعش ويفعله في الموطأ؟ قال لك لا، خلي بالك هناك فرق بين الرواية وبين التصنيف والتأليف. هو ما ينفعش يعمل كده في الرواية، لكن في التصنيف والتأليف ممكن. خدت بالك؟ عشان ما تجيش تقول طب هو عمل في الموطأ كده وهو نفسه بيقول ما ينفعش. قال لك لا، في فرق بين الرواية وبين التصنيف. فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، بل إن الحافظ عبد الغني ابن سعيد كان يعني ربما يبالغ ويقول باستحبابه، هذا مستحب كمان، ولم يصرح بهذا لكنه كان كأنه يعني عايز يقول كده. حافظ عبد الغني ابن سعيد طب يعني الحافظ عبد الغني بن سعيد يعني قال ليه قال كده، يعني ان هو او ليه بالغ في ان هو ربما جعله مستحبا؟ قال لان هذا فيه راحة للناظر في الحديث. يعني زي ما قلنا حديث جابر ده مش هقعد اجيبه كله وبعدين اقول له والله هو في جمله من الجمل يعني ايه نستنبط منها كذا او الحكم الفلاني، ويقعد هو بقى يدور في الايه. لا، ده انا بجيب له الجمله اللي انا عايزها واللي انا اريد ان استنبط منها حكما او فائده او نحو ذلك. فالحافظ عبد الغني بن سعيد بيقول يعني ده في اراحه على الناظر والذي يريد أن يستشهد والمتابع ده يشوف يعني بدل ما يقعد يدور ويتعب نفسه أنه يدور في الحديث كله، فأنا بجيب له القطعة اللي أنا أريد منه أن يلتفت إليه فبريح ولا يعني أشق عليه. تنبيه، قال البلقيني يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف، وكان مالك يفعله كثيرا تورعا من باب زي ما قال يحيى بن معين، إذا أنت خفت يعني في أنك تخطئ في الحديث يبقى إيه يعني لأن تنقص منه أولى من أن تزيد فيه. فإذا كان في زيادة أنت شاكك فيها خلاص ما تذكرهاش. وكان مالك يفعله كثيرا تورعا، تورعا يعني أن هو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فيدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. قال ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها. يعني قلنا إن يحذف المشكوك ده إذا ما كانش ليه تعلق بما قبله، فإن تعلق ذكرها مع الشك. يعني إن كان للمحذوف ده تعلق يذكره ولكن مع الشك، كحديث العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، فهنا هو شك، واللي بعد الشك متعلق بما قبله، فكان لابد ولزاما أن يذكره ولا يحذفه. فائدة، يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد أو يفد، يفد زي قلنا كتاب تحفة الأشراف للمزي
مش المراد بانه ان انا استفيد من الحديث، لا، ده المراد بانه ان انا اعرف مكان الحديث ده فين، من اللي رواه، خد بالك. وهل يعني مثلا البخاري ومسلم اتفقوا عليه، ولا الكتب الستة اتفقت عليه، ولا انفرد بيه واحد مثلا زي ابن ماجه، ولا هو ده المقصود من الايه، من كتاب الاطراف. لكن مش مقصود بانه ان انا ايه اجيب الحديث بقى واقعد ادرسه. فلذلك كان ايه يعني في كتب الاطراف زي مثلا تحف الاشراف والمسند المعتلي للحافظ ابن حجر، المسند المعتلي للحافظ ابن حجر ذكر فيه اطراف المسند فقط وغيره. فيجوز في هذه الكتب ان انا ايه اختصر الحديث، اجيب اول جملة من الحديث غالبا، اول جملة مشهورة في الحديث، وايه واكتبها واقول له والله الحديث ده في المكان الفلاني. السادس، ينبغي للشيخ ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. يعني إيه إن أنت إيه تخطئ في النحو وفي مخارج الحروف وأمثال هذا، ما ينبغيش لراوي الحديث هو لما يجي يروي ان هو يخطئ في هذه الامور. فقد قال الاصمعي: ان اخوف ما اخاف على طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في جمله قوله صلى الله عليه واله وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لأنه يعني صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه، يعني متى رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، لأن هو لم يقل هذا. أنت بتقول أنه هو قال كذا وهو لم يقل هذا، بل قاله بطريقة أخرى. وطبعا ده علم النحو، يعني ده علم بأصول مستنبطة من كلام العرب أو من اللسان العربي، يعرف بها أحوال الكلمة العربية من حيث الإفراد والتركيب. وأيضا يعني مش النحو فقط، بل يجب تعلم اللغة العربية أيضا من حيث الكلمة ووضعها ومعناها في اللغة. وده كان علم بيدرس في الأزهر قديما، ولكنه دلوقتي ما بقاش يدرس، اسمه علم الوضع، اللي هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، وكان علم مستقل، دلوقتي ما خلاص ما بقاش يدرس. فإن أنت تعرف معنى الكلمة ووضعها في اللغة، وتعرف الأحكام يعني أو علم النحو وأبوابه، لأن النحو ده فرع المعنى، النحو فرع المعنى، لأن أنت إذا غيرت في النحو أو في ضبط أواخر الكلمة تغير المعنى. زي الآية اللي في سورة التوبة: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فسيدنا عمر سمع واحد بيقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، أعوذ بالله، فيبقى هي كده شال الضمة من علام وحط تحتها كسر، غيرت المعنى تماما.
يعني برضو من الحاجات الغريبة العجيبة اللي احنا سمعناها من بعض طلبة العلم، يقول لك هو النحو ماله مال المعنى، ده انا بقول ده مرفوع وده منصوب وده مجرور، ايه ده علاقته بالمعنى؟ لا، ده النحو فرع المعنى. طيب انا اريد ان افهم معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا لابد ويجب علي ان اكون عالما بالنحو، بعلم النحو، حتى افهم المراد من قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المراد من القرآن. إذا ما كنتش فاهم نحو مش هعرف إيه اللي هو المقصود، وأيضا إذا ما كنتش فاهم إيه المعنى ووضع اللغة العربية، الكلمة دي معناها إيه. لذلك العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد قال أن هذه العلوم من العلوم الواجبة على طالب العلم، يتعلم علم النحو ويتعلم علم اللغة حتى يفهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن مش معنى كده إن أنا بقى إيه، عشان بقى إيه علم النحو ده علم واجب وهيفهم بيه مراد الله ورسوله، إن أنا بقى إيه أسيب بقى كل العلوم وأقعد أشتغل بعلم النحو بس فقط، وأضيع عمري كله في علم النحو. لا، يبقى أنت طبيب، أنت عملت إيه؟ أنا بتعلم علم النحو عشان أفهم باقي العلوم، أو بمعنى يعني إيه أشتغل بالوسيلة وأترك الغاية. برضو بنشوف ناس كتير كده إيه، يعني هو بقى يقول لك أنا عايز بقى إيه أتخصص في هذا العلم، ويبقى سيبويه ولا الخليل بن أحمد. لا، أنت تفهم تدرس علم النحو وتفهم الأمور اللي هي إيه الخريطة بتاعت علم النحو، إن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمش عارف المجرور يعني إمتى يبقى مجرور، الكلام ده تفهم الإيه الخريطة العامة. لكن بقى إن أنا أقعد إيه أخش بقى في الجزئيات اللي هي الدقيقة قوي وأفني عمري فيها، لا، ده يبقى أنت كده إيه، ده أمر إيه يعني انت عملت خلاف الاولى، خد بالك. تعلم علم النحو وتعلم علم الصرف وتعلم هذه الامور، ولكن ايه يعني ما تتوغلش فيها قوي، حتى ان هما بيقولوا ايه ان هذه العلوم زي مثلا علم النحو، علم النحو هذا علم نضج واحترق، يعني معروف أوله فين وآخره فين. فإيه يعني تقتصر على المراد والمهم منه. وشكى سيبويه حماد بن سلمة إلى الخليل، خليل بن أحمد، فقال له، نعم، سيبويه يا أستولي مبني على السكون يعني على الكسر، يعني حتى لو كان في موقع الفاعل أو سيبويه. نعم. سيبويه
غير مسرط له قال اني كسره قال اني سببيه او القوة شكا السيدة ولكن ده كسره يعني هو غير مسرط صحيح هو اسمه مركب جمسي نزي المهم ان السيباوي اشتكى الى حماد بن سلام عشان تستريح شكى يعني ايه الى الخليل بن احمد من حماد بن سلم فقال له سألته عن حديث هشام بن عروة عن ابيه في رجل رعف فانتهرني رعف يعني ايه الدم نزل من انفه وقال اخطأت انما هو رعف بفتح العين فقال الخليل صدق أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة يعني إيه يعني اسمه هذا حماد بن سلمة كان لا يلحم كان يعني عربيا أصيلا وكان سيبويه في هذه الفترة يعني كان لسه يعني ايه لسه كده شاب صغير ولم يبدأ في تعلم علم النحو وقيل ان هذه الحادثة هي كانت سببا في انه ابتدى يدرس النحو لما حماد بن سلمة ايه انتهر وقال له ايه رعفة دي رعفة فزي ما تقول يعني كده ايه ضايق من نفسه ان هو ازاي ما يعرفش الكلمه دي وبعدين لما راح سال الخليل قال له صدق هو عنده حق ويعني عايز يقول له انت لا لم تجد الا حماد بن سلم وتروح تقول له كده ده حماد بن سلم فايه سيبويه بعد كده راح بقى ايه يدرس علم النحو حتى وإن برضو يعني كان سبب دراسته لعلم النحو مشكلة حدثت مع حماد بن سلم وكان سبب وفاته مشكلة أيضا اللي حصل حدثت مع لا مع الأصمعي ليس مع خليل إيه؟ ليس مع خليل أحمد بن أحمد الفراهيدي في مسألة الزنبور دي مع الأصمعي اللي هي كنت أظن أن الزنبور أشد لسعة من العقرب فإذا هو إياها كان الكلام ده قدام مين؟ هارون الرشيد على ما أذكر يعني أو أحد أبنائه بس أظن هارون الرشيد فالأصمعي قال فإذا هو هي سيبوي قال له لا فإذا هو إياها فلما اختلفوا الأصمعي قال لهارون الرشيد ايه والله الاعراب موجودين بره الاعراب دول اللي هم بينطقوا اللغه بالسليقه الله قال والله الاعراب موجودين بره هاتهم واسالهم طبعا الاصمع مش هيقول كده الا اذا كان متاكد يعني فهارون الرشيد استدعى الاعراب
قال لهم ما تقولون في يعني كنت أظن أن الزنبور أشد لسعة من العقرب فإذا هو هي ولا إياها؟ قالوا له هي. فسيبويه يعني اتضايق وقال لا، هو كان مصر على إيه؟ على إنها إياها. فطبعا يعني حدثت له أمامه، هو بقى كان ساعتها إمام بقى كبير في اللغة، فإزاي بقى إيه يتعرض لمثل هذا الموقف وده قدام الخليفة؟ ويعني النظراء، النظراء دايما بيبقى بينهم كده يعني إيه، يعني كل واحد عايز إيه إن هو يبقى هو المقدم يعني، وهو اللي يعرف أكثر من الآخر. قال لنا الأصمعي تغلب عليه وبعدين قدام الناس كلها، فخرج من عند الخليفة وقيل إن هو يعني مش عارف مكث أياما يسيرة ومات بسبب هذه الحادثة. سبحان الله، كان يعني سبب تعلمه للغة حادثة مع حماد بن سلمة، وسبب موته حادثة مع الأصمع. وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وده يؤيد الكلام اللي احنا قلناه. التحريف والتصحيف ايه؟ التحريف من اللحن ولا التحريف؟ من اللحن والتحريف، ما فيش التصحيف مش كده؟ التصحيف التحريف. هو بيقول إيه؟ وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتحريف، يعني هو ده الواجب عليه، إن هو لما يجي يقرأ تبقى قراءته سليمة. لكن إن هو بقى يسيب كل العلوم ويقعد يتعمق في الجزئيات بتاعت علم النحو واللغة، لا ده مش مطلوب، لهذا ليس مطلوبا. إلا بقى إذا كنت أنت متأكد من نفسك إن ده مش هيؤثر على طلبك لباقي العلوم وفي اجتهادك في باقي العلوم. لكن طبعا يعني في أزماننا وعصارنا هذه يعني الواحد بيصحى من النوم يبص لا الليل جه، مفيش وقت أصلا عندنا. الناس دي كانت يعني عندها بركة في الوقت وفي العلم وفي كل حاجة، لا احنا ما فيش عندنا الكلام ده. احنا يعني البركة بتنزع من الوقت شيئا فشيئا. يعني في هذه الأزمان بالذات هذا الكلام يعني آكد، إن هو الإنسان ما يقعدش بقى يضيع عمره في إيه تعلم دقائق الإيه علم النحو واللغة والصرف والكلام ده، لا يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتحريف فقط، وإن هو يفهم المعنى على مراده. روى الخطيب عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. وروي أيضا عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات ولا شعير فيها. يعني هو شايل حاجة مش مفيدة، ما فيش منها استفادة. وحماد بن سلمة نفسه يروى عنه أنه قال لأحد الناس: إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإني لا ألحن. يعني
إذا لحمت علي يبقى أنا أنت هتقول حاجة غير اللي أنا قلتها لك. وطبعا ده أيضا أحد الأسباب التي يعني يتكلم من أجلها المستشرقون في الإسلام اللي هم بيطعنوا في الإسلام. بعضهم بيبقى يعني عارف اللغة وعارف المقصود والمراد من الحديث أو من الآية، لكن كثير منهم لعدم إتقانهم للغة يفهم المعنى على مراده هو وليس على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم بقى إيه يطعن في الإسلام وفي القرآن وفي السنة، يقول أشوف القرآن بيقول كذا والسنة بتقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وإنما أوتي من قبل إيه عدم إيه تعلمه للغة العربية. وده أنتوا تلاقوا اللي بيتابع تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تلاقيه بيذكر من الأشياء دي كثيرا، يعني تلاقيه هو بيفسر آية كده يقول إيه طبعا والآية دي المستشرقين تكلموا فيها ده. فنقول له يا سيدي تعالى أنت أصلا مش فاهم اللغة العربية، أنت لو كنت فاهم كنت عرفت أن أنت الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. وده بتجدها كثير في تفسير الشيخ شعراوي الله رحمه الله. وروى الخليلي في الإرشاد عن عياش ابن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرضوا عليه كتابا، فقرأ لهم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن، فقال أبي ويحك يا دراوردي أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. ومن الطرائف والنوادر التي تروى عن سفيان الثوري وكان يقول ربما قرأ علي أحد الناس فيلحن فأحرم النوم والطعام، يعني يقعد طول اليوم والليل بتنكد ومزاجه سيء لا عارف يأكل ولا عارف ينام من اللي سمعه، لأنه يعني لا يتخيل ان واحد ايه يلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيء من هذا. فلما يسمع واحد كده ايه ما يجيلوش نفس بقى للاكل ولا للنوم. فما يعني سفيان الثوري لو جسم الخطباء الجمعه بتوعنا دول هيعمل ايه؟ ده كان هينتحر، انا هيموت نفسه. واحد يجي حتى في الصلاه ويقرأ القرآن تشكيل والإعراب غلط، مش هنقول التجويد، لا ده الإعراب نفسه والتشكيل غلط. فيعني فلله الأمر من قبل ومن بعد. عبد الله بن أحمد بن موسى كان يعني يحدث الناس وابن سريج يجلس، فقال من دعي فلم يجب حديث، من دعي فلم يجب قال فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، فقال فلم يجب. فابن سريج قال له هل قلت فلم يجب؟ فأصر على إن هو يقولها يجب. ومش كده وبس، ده كان بيتعجب من ابن سريج إن هو بيصلح له، يعني يقول له يجب إيه ما يصح يجب. وابن سريج بيتعجب منه إن هو مصر على الخطأ.
ده بيتعجب من ده وهذا يتعجب من هذا. يعني الموضوع ده يعني ايه كان يبدو ان هو برضو ليه جذور قديم يعني. سيدي ولكن الحكم على من يلحن في روايته هل هو يعني آثم بذلك؟ وهل يقبل روايته مع ذلك؟ يعني آثم إذا كان مقصرا. يعني إذا كان مقصرا في التعلم يأثم. لكن واحد لسه يعني يدوبك لسه داخل في العلم يعني ولحن وهو يعني مجد ومجتهد في طلب العلم لكن هو لسه في البداية، فهذا لا نستطيع أن نقول أنه يأثم، بل اللي بيأثم اللي هو يعني بقاله مدة طويلة ومقصر في التعلم ومصر على أنه يعني إيه ما يتعلمش وعمال بيلحن في القرآن أو في السنة. روايته مقبول، رواية التي فيه اللحن، هل نروي يعني بهذا اللحن؟ هو جاي المسألة دي. طيب وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، يعني الأخذ من المشايخ من أفواه، والضبط عنهم لا من بطون الكتب كما يفعله بعضهم اليوم. هو إيه يقعد يقرأ خلاص بقى شيخ يعني. طب يا عم وانت درست على مين؟ اتعلمت من مين؟ لا ومش كده وبس، ده وكمان بيفتخر انه ليس له شيخ. يقول لك يعني انا علمت نفسي بنفسي، انا تعلمت بنفسي يعني ما حدش علمني، وهو من جهله بيظن ان هذا يعني مدعاه للفخر ولا يدري ان هذا مدعاه للذنب. كانوا يقولون قديما لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي أو صحفي، يعني ما تاخدش ما تتعلمش القرآن من واحد قاعد بيقرأ في المصحف هو لوحده، بل لابد إن هو يكون قرأ على شيخ. ما هو هيعرف خطأه منين؟ هو لو قاعد يقرأ مع نفسه كده وأخطأ هيعرف ان هو اخطا ازاي؟ لابد انه يكون قرأ على شيخ عشان اذا اخطا يقول له والله انت اخطات في المكان الفلاني، وان ده هذه الكلمه لا تقرأ هكذا بل تقرأ هكذا. وكذلك السنه، انك تكون قرأت كتب السنه على علماء حتى تعرف كيف تقرأ هذه الكلمة وما معنى هذه الكلمة، شيء من هذا القبيل. لكن أنت إذا قريت لوحدك كده في الكتب أو ممكن إيه أنت تفهم الكلمة على غير معناها وتفهمها على غير مرادها، وبالتالي تبتدي بقى أنت تستنبط أحكام من دماغك بناء على ما فهمته، وهو ده اللي حصل. اللي حصل من يعني الواقع اللي احنا شايفين، تلاقي احكام ما انزل الله بها من سلطان، ده مبني على ايه؟ مبني على انه هو قاعد يقرا لوحده ويفهم لوحده كل حاجه لوحده. بعد تيجي تكلم يقول لك ده انت مش عارف ده في الكتاب الفلاني في الكتاب الفلاني، ويتهمك انت بالجهل. يا ابني مش كده، مش ده المقصود، مش ده المعنى، بل ان بعضهم
مرة جالس معه بقول له الإمام النووي يقول، يقول لي والإمام النووي حج علي، يعني يريد أن يقول والإمام النووي فهم هذا وأنا فهمت هذا، فيعني مش معنى يكون الإمام النووي يعني بفهم أكثر مني. فقلت له طب يعني ايه، طيب انت ليك فهمك ماشي، ولو ان ده المفروض ده انت يعني جاهل، ما انا لما يعرض علي فهم الامام النووي وفهمك اخد فهم مين؟ الامام النووي. ايه اللي يجبرني ان انا التزم بفهمك انت واترك فهم الائمه الكبار زي الامام النووي وابن حجر وغيره؟ ده بالعكس، ده انا لو عملت كده ابقى عاصي وآثم ان انا امشي على فهمك انت السقيم. ولا يا مولانا؟ لا 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 خلاص. بسم الله. الله تعالى اعلى واعلى.